نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج في إطار مبادرة يدوم الفرح، وذلك في الصالة المغطاة بمركز الخرجة بمحافظة الوادي الجديد. وتضمنت الفعالية تسليم جهاز 100 عروس من المقبلات على الزواج. لا يقتصر دور المبادرة على تقديم الدعم المادي فقط، بل يمتد ليشمل الجانب التوعوي وتقديم دورات تدريبية بمبادرة مودة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج وتعريفهن بطبيعة الكيان الأسري.